السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم عمر سليم متفرج على قناة بيم اريبيا، ودلوقتي نشوف ازاي احط انارة وانا عندي السقف 100. طب في مشكلة؟ تعال نشوف. طيب انا عشان احط الحاجة دي اروح لفيو واقول له بلان فيو واقول له ريفليكتد سيلينج بلاي عشان اقدر احط الشغل بتاعي هنا. طيب انا هقول له انا عايز ليفل 2 وادخل هنا على ليفل 2. هو ما عملش سيلينج، هو عمل فيو للسيلينج، يعني بشوف الحاجة من تحت لفوق، ما عملش سيلينج هنا. تمام. طيب انا مش هعمل سيلينج، انا هاجي هنا في سيستمز وهقول له رايت فيكتشر وهقول له انا عايز احطها على الفيس. لو انا قلت له فيرتيكال فيس هيحطها لي هنا، يعني اقول له هنا ولاحظ ان هو حطها لي بميل. لو تاملت كده هتلاقي ان هي محطوطه بميل. طيب خلينا نحط كده ونشوف انا اقصد ايه. لو قلت له هنا قلت له 3D، بص واخده نفس الميل بتاع السقف. طب ده يعجبك؟ لو يعجبك ما عنديش مشكله، لو ما عجبكش خلاص كمل معانا الفيديو وشوف هنعدي الموضوع ده ازاي. طيب ممكن اجي هنا بقى ايه اعمل سيكشن كده اهوت من هنا لهنا كده واقول له انا عايز اقول له جوت فيو اهوت، وابدا بقى ايه من اركتكتشر هقول له من ورك بلان انا عايز اعمل ريفرنس بلان هنا كده مثلا. تمام، وادي له اسم وليكن مثلا احمص ظهر الخصوص. طيب اهو بعد ما عملت دوت عايز بقى ايه اخلي اللايتنج دي تتحط على الريفرنس بلان دي. طيب هعمل ايه؟ هقول له اديت ورك بلان واقول له انا عايز احطها بيك انيو هوست، انا عايز احطها على انيو هوست، على الهوست دوت. تمام. طيب بيقول لي عايز تبدا تحطها في انيو فيو، فهقول له في السيلينج بتاع ليفل 2 اهوت، ابدا احطها بالشكل دوت. اقول له انا عايز احطها على الورك بلان اللي احنا اخترناه ونحطها بالشكل دوت. طيب ممكن تتحط بالشقلوب وتتعدلها، يعني لو هي اتقلبت معاك هتقول له فليب ورك بلان تتعدل معاك. طب تعالى بقى نشوفها في 3D تظهر معاك بالشكل دوت. تقدر تزحها، احنا كده حطيناها نفس الارتفاع. تمام، تقدر تزحها لحد ما توصل للنقطه اللي انت عايزها بالشكل ده. فاحنا ما عملناش سيلينج، لان لو عملنا سيلينج هتعمل لي مشاكل في الحسابات والكلاش وهتعمل حسابات في مشاكل كتير قوي. تمام، فالاسهل بالنسبه لي ان انا اعمل ريفرنس بلان مش هيبان معايا خالص، وفي نفس الوقت الشغل كله مرتبط بيه. يعني دي مرتبطه بايه؟ بالريفرنس بلان.